بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. نرحب بالإخوة والأخوات أجمل الترحيب مع هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمعنا بسماحة العلامة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيجيب مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء عن أمور الحج. أهلا ومرحبا سماحة الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. لعلنا نبدأ بالآية الكريمة في قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله جل وعلا: الحج أشهر معلومات، أي الحج يكون الإحرام به في أشهر معلومات، معلومات عند الناس. نعم، حتى في وقت الجاهلية وهن معلومات. أشهر وهي شهر شوال، شهر ذي القعدة، وعشرة أيام من ذي الحجة. هذه هي الأشهر المعلومات. ثم قال جل وعلا: فمن فرض، فرض يعني أحرم، فمن فرض فيهن الحج. فهذه الأشهر المعلومات هي وقت الإحرام بالحج، لا قبلها ولا بعدها. فمن أحرم بالحج في هذه الأشهر انعقد إحرامه. وعبر عن الإحرام بالفرض، لأن من أحرم وجب عليه وفرض عليه أن يكمل مناسكه التي أحرم بها من حج أو عمرة. العمرة ليس لها وقت في على مدار السنة، لكن الحج في أشهر معلومات، وهي هذه. فمن فرض أي أحرم فيهن، أي في هذه الأشهر، الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فيه بيان ما يتجنبه المحرم. فلا رفث، والرفث هو الجماع ودواعيه، لأن المحرم محرم عليه ذلك حتى يحل عن من إحرامه. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق، والفسوق المراد به المعاصي. المعاصي سميت فسوقا لأن الفسق هو الخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى، فالمعاصي خروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى. فالمحرم يتجنب المعاصي، كل مسلم في الإحرام وفي غيره يتجنب المعاصي، لكن نص عليها هنا لأن المحرم في عبادة فلا يدخل عليها المعاصي، لا يدخل على هذه العبادة المعاصي. ولا فسوق ولا جدال في الحج، المراد الخصومات بين الناس فيما لا طائل تحته، أو فيما يثير الغضب بين المتجادلين. أما الجدال بالحق ودفع الباطل وبيان الحق فإنه واجب في كل وقت للمحرم ولغيره، كما قال جل وعلا: وجادلهم بالتي هي أحسن. قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فالجدال لبيان الحق أو لرد الباطل هذا مشروع في كل وقت، ولا جدال في الحج. ثم
لما بين المنهيات للمحرم وجه إلى فعل الطاعات، فلا ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وجه إلى فعل الخير. ثم قال وتزودوا، يعني للسفر للحج تزودوا، ولذلك الحج لا يجب إلا على المستطيع، وهو من وجد الزاد الذي يبلغه ووجد الراحلة وهي المركوب الذي يحمله إلى الحج. فمن وجد هاتين الوسيلتين فإنه يحج، إما وجوبا وإما استحبابا، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فيتجنب المحرم هذه الأمور. وما تفعلوا من خير، أي خير قليلا كان أو كثيرا، واجبا أو مستحبا، وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وتزودوا، أي خذوا الزاد الذي يغنيكم عن الناس. فالحاج لا يكون عالة على غيره يتكفف الناس، وإنما يكون معه زاده الذي يغنيه ذهابا وإيابا، فإن خير الزاد التقوى. لما ذكر الزاد للدنيا وهو الطعام والشراب، نبه على زاد الآخرة، الله أكبر، وهو التقوى الله سبحانه وتعالى بفعل أوامره وترك نواهيه، فعل الواجبات والمستحبات وتجنب المحرمات والمكروهات. فهذا هو الواجب على كل مسلم، وفي توجهه إلى الحج من باب أولى. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ثم قال واتقوني، يأمرنا الله جل وعلا أن نتقيه، أن نجعل بيننا وبين غضبه وقاية من طاعة الله سبحانه وتعالى، هي الوقاية التي تقي من غضب الله وعقابه. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب، أي أصحاب العقول، جمع لب وهو العقل. فيجب على العاقل أن يتقي الله سبحانه وتعالى في كل أحواله، وفي حالة الإحرام في الحج من باب أولى. نعم، جزاكم الله خير على هذا الاستهلال الطيب في تفسير هذه الآية المباركة. سماحة الشيخ صالح، ونحن نعيش هذه الأيام المباركة والحجاج يتوافدون إلى هذه الأماكن المقدسة وعلى الأماكن الطيبة، وقد هيأت لهم هذه البلاد المباركة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وولي عهده هيأوا لهم هذه الأجواء المباركة وهذا الأمن الوارف الذي يعيشونه، كي يؤدوا هذه الفريضة بيسر وسهولة ويرجعوا إلى أوطانهم. لعل لكم كلمة في ذلك. مما كرم الله به ولاة الأمور في هذه البلاد وفقهم الله، هذه المنة العظيمة، الحمد لله، وهي تهيئة الحج للناس بتوفير الأمن وبتوفير الطعام والشراب وتوفير المساكن غير ذلك مما يحتاجون إليه. فهذا مما كرم الله به هذه الدولة المباركة في قيامها على الحج وأعمال الحج والحجاج والمعتمرين، تهيئ لهم الظروف والإمكانيات التي يؤدون بها هذه العبادات العظيمة في هذا المكان العظيم. وهذا من أكبر النعم عليهم وعلى المسلمين، فهي منة عظيمة وشرف عظيم
لهذه الدولة المباركة أنها تقوم على شؤون الحجاج والمعتمرين بكل ما يتطلبه حوائجهم ومصالحهم، فالله كرمها بهذا العمل العظيم الذي يجب أن تشكر عليه بعد شكر الله سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح. الذين يريدون أن يخرجوا الحج عن منهجه وهو التوحيد والتلبية، فقد يرفعون عبارات أو شعارات غير أساسية أو سياسية، ماذا نقول لهم حفظكم الله؟ نقول هذا من أمور الجاهلية، فإنهم كانوا في الجاهلية يجعلون الحج مجالا للمفاخرة بقبائلهم ورؤسائهم وأعمالهم، فالله جل وعلا جعل الحج عبادة صافية لا يدخل عليها شيء من هذه الأمور، ونزه الحج ومكان الحج من أعمال الجاهلية كلها. فهذا من فضل الله سبحانه على هذه الدولة المباركة وعلى أهل هذه البلاد وعلى المسلمين عموما. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. الإخلاص شرط أساسي في الحج، فما أثر الإخلاص في تحقيق التوحيد وفي هذا الموسم؟ كل عمل من أعمال الطاعات لا بد أن يكون متوفرا على شرطين أساسين. الشرط الأول أن يكون خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، ليس فيه شرك، وليس فيه بدع ومحدثات، وليس فيه رياء ولا سمعة. والشرط الثاني أن يكون صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، لما حج للناس في السنة العاشرة من الهجرة قال: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فتعلموا منه صلى الله عليه وسلم كيف يؤدون المناسك، وهكذا جميع العبادات. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. نعم، أحسن الله إليكم. نذكر السادة الإخوة والأخوات بتليفون البرنامج لمن أراد الاتصال بسماحة الشيخ صالح الفوزان. أرجو أن تكون الأسئلة في أحكام الحج والعمرة وما يترتب على ذلك. من الأسئلة، هناك تليفون للبرنامج 011-442-83 يظهر على الشاشة قريبا. شيخ صالح، حديث ما الذي وقصته راحلته في الحج، ما قصة هذا وما المستفاد من هذا؟ قصته أنه كان واقفا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة، نعم، يوم عرفة على راحلته، راكب لراحلته، فسقط عنها ووقصته برجلها، نفحته برجلها فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كفنوه في ثوبيه، يعني ثياب الإحرام، نعم، الإزار والرداء، لفوه فيهما، كفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه، لا تغطوا رأسه، ولا تمسوه طيبا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يبعث يوم القيامة كما مات في إحرامه، يلبي للحج، فيبعث يوم القيامة وهو يلبي على هذا العمل العظيم، لقي الله جل وعلا به، فبعثه الله عليه إكراما له وإظهارا لفضل هذه العبادة التي هي الإحرام بالحج والتلبية. نعم، شيخ صالح، ونحن في هذا اللقاء الطيب المبارك معكم في الاستوديو،
أقول من النعم الذي تستوجب منا الشكر والثناء على الله عز وجل، هذه النعم التي نتقلب فيها ليلا ونهارا، وهذا الترابط الذي نعيشه مع ولاة أمرنا. ما واجبنا نحو وحدة الصف واجتماع الكلمة؟ واجبنا أننا نلتف على طاعة ولاة أمورنا بالمعروف. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. الحديث: الله أمر بطاعة ولاة أمور المسلمين في غير معصية، والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، مما يؤكد هذا الأمر، وهو لزوم الجماعة، جماعة المسلمين، والسمع والطاعة. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة ابن اليمان الفتن التي تحصل، وهي فتن عظيمة، قال حذيفة رضي الله عنه: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمام المسلمين. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. فهذا فيه لزوم جماعة المسلمين وطاعة ولاة أمور المسلمين، لما في ذلك من المصالح وجمع الكلمة والتآلف وقيام المصالح العظيمة وانتفاء المفاسد والمضار وتوفر الأمن واستتباب الأمن. نعم، أحسن الله إليكم. نبدأ بالاتصالات وناخذ محمد من الرياض. تفضل أخي محمد. محيا معنا، محيا. السلام عليكم. وعليكم السلام. مساء الخيرات. الله يحييك، تفضل. عندي سؤال يتعلق بالأضحية. تفضل. ودي أتكلم مع الشيخ. تفضل، الله يحفظك. مساء الخير الشيخ. شكرا، الله بالخير. كيف الحال طال عمرك؟ الحمد لله. نعم، الله يطول عمرك. الأضحية لي قريب يجيبها لي ويرفض أخذ قيمتها، ما مدى صحة ذلك؟ شكرا، لا بأس بذلك، جزاه الله خيرا، فاقبلها وضح وتقبل الله منك. نعم. محمد أيضا معنا على الخط، تفضل يا أخي محمد. السلام عليكم. السلام. السلام عليكم. عليكم السلام. فيما يخص أذكار الصباح وأذكار المساء واشتراط تكرار البعض بعدد معين، هل هو إلزامي وهل يشترط قولها استقبال القبلة؟ نعم، ليس بإلزامي، وإنما هو أمر استحباب، ولا يشترط للأذكار استقبال القبلة، لكن إذا استقبلها فهو أفضل. نعم، أحسن الله إليكم، شكرا يا محمد. حديث يا شيخ: من وقف معنا في عرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه، اشرحوا لي هذا الحديث. هذا حديث عروة بن مضرس. نعم يا شيخ. جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر في المشعر الحرام، عند المشعر الحرام في مزدلفة، حضر الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتعبت راحلتي، ما تركت، هو ما يعرف عرفة، ما تركت من جبل إلا وقفت عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ننصرف، وكان قبل ذلك قد أدرك عرفة ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه. نعم، أحسن الله إليكم. يا شيخ، الذين يتعبون أنفسهم في الذهاب إلى جبل عرفات والجلوس عنده
حتى غروب الشمس؟ لا أصل لهذا، المهم أن يكون داخل عرفات، داخل علامات عرفة المنصوبة في أي مكان منها، فإذا كان داخل عرفة في أي مكان منها فهذا يكفي والحمد لله، ويتم وقوفه، فعليه أن يجتهد بذكر الله ويجلس في خيمته ويستظل بها ويأكل ويشرب ويلبي ويدعو الله في مكانه، ولا حاجة إلى أنه يذهب إلى الجبل. نعم النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند الجبل وعند الصخرات، لكنه قال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطني عرنة، فكل عرفة والحمد لله موقف، ولا يتعين الذهاب إلى الجبل، وليس مشروعا أيضا أنه يذهب إلى الجبل. نعم جزاكم الله خير يا شيخ صالح. الصلاة في عرفة يا شيخ بالنسبة للحاج؟ نعم يصلي فيها الظهر والعصر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، جمع تقديم، يجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم مع قصر الصلاتين، كل صلاة ركعتين من أجل أن يتفرغ للوقوف والدعاء. نعم. من الأسئلة التي وردت سائل سوداني يقول يا شيخ ما الحكمة من رمي الجمار، وما قصة الرمي، وهل كانت على في عهد سيدنا إبراهيم عليه السلام؟ نعم رمي الجمار شعيرة من شعائر الحج، وهو من واجبات الحج اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويروى أن الشيطان لما أمر الله إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه يعني في الرؤيا رأى إبراهيم، ورؤيا الأنبياء وحق حق، رأى أنه يذبح ابنه إسماعيل، فأخبر إسماعيل يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، فشرع في التنفيذ، ولما وضع السكين على رقبته لم تقطع السكين، منعها الله من القطع، فالله جل وعلا قال يا إبراهيم، وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يعني حصل تصديق الرؤيا التي أمرت بها، فعلت ما أمرت به، قد صدقت الرؤيا، فالله وهذا من الابتلاء والامتحان، أن الله امتحن إبراهيم بأن أمره بذبح ابنه، وامتحن الابن بأن صبر على الذبح وبذل نفسه للذبح، كلاهما محتسبا لله عز وجل مطيعا لله عز وجل. ثم إن الله فدى إسماعيل بذبح عظيم، جيء بخروف كبير عظيم فدية لإسماعيل، فصار ذلك سنة في ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام بذبح الهدي والأضاحي. نعم أحسن الله إليكم شيخنا الفاضل. بعض الناس يضيع الأوقات يوم عرفة بالتنقل بين المخيمات وزيارة الأقارب والأصدقاء في عرفة، وتغرب عليه الشمس وهو على هذه الحالة لم يستفد من هذا اليوم، وهو وجوده بعرفة وهو محرم يكفي هذا. طيب لو كان يمشي أو جالس أو نايم أو راكب، وجوده بعرفة وهو محرم بالحج يكفي هذا والحمد لله على أي حال كان، ولكن الأولى أن يثبت في مكانه في خيمته يستريح ويستظل ويدعو الله سبحانه وتعالى متوجها إلى القبلة إلى أن ينصرف عند الغروب، ولا يتعب نفسه بالتجوال إلا لحاجة يحتاجها. نعم معنا اتصالات. أبو يوسف أولا من الرياض، تفضل أبو يوسف. أبو يوسف قصر التلفزيون الله يرضى عليك، قصر التلفزيون. عليكم السلام، تفضل أبو يوسف، قصر التلفزيون شوي. حاضر طال عمرك. تفضل تفضل. ألو. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام. جزاك الله بالخير يا شيخ. جزاك الله بالخير. جزاك طيب. نعم
سؤالك. يا اخوي عندي الوالده الله يجزاها خير نذرت نذر على اخوي الصغير سنوي كل سنه يعني تضحى نذر، وحددت اللون ما ادري هو يلزم ولا ما يلزم. ايش قالت؟ ها؟ وش قالت بالنذر؟ قالت بالنذر قالت الوجه الله تعالى ان هو كان معه مرض الولد فيه صرعة ما ادري وش. اي وقالت يلا يا ربي وجهك اذا فكيت الولد هذا ان شاء الله وجهك خروف اشكر نغر سنوي. نعم. كل سنة على طول. نعم. اي قالت ان اشوى الولد يا شيخ تذبح خروف على مدار السنة. يلزمها النذر اذا كانت تستطيع يلزمها النذر، قوله تعالى يوفون بالنذر. قال وقال صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه. نعم. أبو يوسف عن اللون يطول عمرك. نعم اللون يلزم ولا ما يلزم اللون إذا حددت اللون يا شيخ صالح؟ ما هو يلزم اللون، لكن يلزم أنه يكون سليم من الأمراض والآفات، ويكون أيضا ليس هزيلا ولا كبير السن والهرما. نعم شكرا. سعد من الطائف، تفضل سعد. السلام عليكم. وعليكم السلام. أقول لك مساك الله بالخير، أقول لك أنا الحرمة عندي بتحرم يوم 7 من الطائف، وهلا بالشرايع على الحملة في مكة، وبتروح تقعد عند هلا تبات في الشرايع. تحرم يوم 7 والحملة، أهل هذه الزوجة يا فضيلة الشيخ يقول في الشرائع. لا هي في الطائف الحين، في الطائف تحرم من الطائف وتروح الشرايع. نعم في الطائف. إيه ما تعدى الميقات إلا وهي محرمة، تحرم من الميقات. طيب تروح للشرايع. تروح الشرايع عادي؟ تروح محرمة محرمة. محرمة. من الميقات. من وادي محرم. إيه بدأت تحرم من الطائف، هي بتحرم بتروح عند أهلها. يوم 7 تحرم وتروح لأهلها ما يخالف بالشرايع، وتبعد ليوم 7 تبقى بإحرامها، إلا إنسان تأدي عمرة أحسن، إذا وصلت إلى مكة تأدي عمرة وتحل من إحرامها وتبقى عندها لا ولا صار يوم التروية يوم 8 تحرم بالحج، تكون متمتعة. متمتعة بالحج. شكرا. نعم. شكرا لك. شكرا يا سعد. يقول أنا إنسان مقتدر يا شيخ، وكل سنة أضحي عن نفسي وأرغب الحج هذه السنة متمتعا، هل لي أن أجمع بين الأضحية والهدي؟ يجوز هذا، لكن إذا ذبحت الهدي فإنه يكفي إن شاء الله عن الأضحية، لكن إذا جمعت بينهما فلا بأس بذلك. فضيلة الشيخ صالح، من الأسئلة التي وردت، يقول لي صديق حج في العام الماضي وسافر يوم 11 وقلت له بأنك أخطأت، قال الحج عرفة، فماذا عليه الآن؟ الحج عرفة معناه أن الركن الأعظم من أركان الحج الوقوف بعرفة، وليس معناه أن الوقوف بعرفة هو كل الحج، لا باقي عليه، باقي عليه من الحج أركان وواجبات وسنن، ولا يجوز أنه ينصرف إلا إذا تعجل في يومين بعد يوم العيد، في اليوم 12 إذا رمى الجمرات في اليوم 12 قبل الغروب ورحل من عرفة فقد تعجل لا بأس. نعم. هل للمرأة لباس مخصص في الحج شيخ صالح؟ لا، المرأة تحرم بلباسها المعتاد، المعتاد في نسائها وبلدها، إلا أنها تجتنب شيئين، البرقع أو النقاب على وجهها والقفازان شراريب الكفين، تجتنب هذين، لا تلبسهما وهي محرمة، تغطي وجهها بالشيلة وتغطي كفيها بثوبها. نعم. يقول الشيخ أرجو أن تفسر الآية في قوله تبارك وتعالى أجعلتم سقاية الحج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر. هذا سبب نزول الآية أن أهل مكة أو بعض أهل مكة يفتخر بكونه من سكان مكة ومن حاضر المسجد الحرام، وأنه يتولى شؤون الحجاج
بالسقاية يؤمن لهم الماء، هي نزلت في العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، ولكن الفريق الثاني يجاهدون في سبيل الله ويقاتلون الكفار، والله بين أن الجهاد أفضل من سقاية الحاج. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله، فالذين يجاهدون في سبيل الله أفضل من الذين يقومون بسقاية الحاج ويقيمون في مكة. نعم. أبو محمد، تفضل يا أبو محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. مساء الخير يا الشيخ فوزان. حياك الله. عندي سؤال الله يسلمك، أنا بضحي وهل يجوز أشرك أختي في الأضحية؟ طيب شكرا يا أبو محمد. الأضحية وصية ولا تبرع منك؟ نعم، هي تبرع منك الوصية الأضحية؟ لا أختي، أنا وياه بنشترك في ضحية واحدة، هل يجوز؟ لا، تذبحها وتشركها في الأجر والثواب، أما إن كان تبغون الضحية عنكم جميع لا، ما تجزي عن الجميع، لا تجزي الشاة عن واحد. وهي تحرم ولا ما تحرم؟ إيه؟ نعم، تحرم هي ولا ما تحرم؟ يقصد ما تأخذ من شعرها يا فضيلة الشيخ إذا دخلت العشر؟ من أراد أن يضحي فإنه إذا دخلت العشر لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يذبح أضحيته. شكرا شكرا يا أبو محمد. أحمد من الطائف. أحمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا شيخ، أنا قد عمره أنا وزوجتي وما كملنا السعي، باقي 4 أشهر، ما تمت عمرتكم يا أخي، عمرتكم ما اعتمرتم بعدها؟ اعتمرتنا كثير بعدها الحمد لله، اللي اعتمرتم بعدها يقوم مقامها. نعم. طيب ما علينا دم مثل ما يلزم دم؟ اعتمرتم بعدها فهذا يسد مسدها. شكرا شكرا يا أحمد، بارك الله فيك. فضيلة الشيخ، من الأسئلة التي وردت لمن عليه دين في هذا الوقت فضيلة الشيخ، أقساط وغيرها، هل له أن يحج؟ إذا كان عنده مال يتسع لسداد الدين ولنفقة الحج يحج، أما إذا كان المال قليلا لا يكفي إلا لأحدهما فإنه يوفره لسداد الدين ولا يحج. نعم. تقديم يا شيخ الأم في الحج عن الأب، ما رأيكم فيه؟ نعم، الأم أولى بالبر من الأب، فإذا قدمها فهذا هو المطلوب وهذا هو المشروع، أن يقدم الأم على الأب. قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: من أبر يا رسول الله؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال في المرة الرابعة: ثم من؟ قال: أبوك. نعم. أحسن الله إليكم الشيخ. التلبية حكمها قبل الوصول إلى الميقات احتياطا؟ لا، التلبية إذا أحرم فإنه يلبي، ولو أحرم قبل الميقات، إذا أحرم وعقد الإحرام ونواه يلبي. نعم. يقول هذا السائل: أبو محمد، نأتي مع العائلة إلى جدة ونجلس 3 أيام في بيتنا، ثم نحرم من جدة ونذهب إلى مكة. يقول: نأتي مع العائلة إلى جدة من الرياض ونجلس 3 أيام في جدة في بيتنا، ثم نحرم من جدة ونذهب إلى مكة. لا، إذا كنتم جئتم من الرياض قاصدين للحج. نعم. أو العمرة، فإنه يجب عليكم الإحرام من الميقات الذي في طريقكم، فإذا ذهبتم إلى جدة من غير إحرام ثم أردتم الإحرام ترجعون إلى الميقات الذي مررتم به وتحرمون منه. نعم. الحاج والمعتمر متى يحرم إذا كان عن طريق الجو؟ الشيخ صالح،
يحرم إذا حاذ الميقات في الجو، إذا حاذ الميقات ينوي الإحرام ويلبي، يكون متهيئا قبل ذلك بالاغتسال ولبس الإزار والرداء، ثم إذا حاذ وأعلن موظف الطائرة أعلن والمرور بالميقات يلبي. نعم. بالنسبة يا شيخ الوضع الطيب على ملابس الإحرام قبل عقد النية والتلبية، لا ما يجوز هذا، يغسله إذا كان فيه طيب، ملابس الإحرام فيها طيب يغسله حتى يزول، ما يجوز يطيب ملابس الإحرام. نعم. ومن نسي الحلق أو التقصير في العمرة يبقى عليه ما أكملت عمرته، لكن يحلق في أي مكان، إذا فطن يكمل عمرته بالحلق أو التقصير في أي مكان. نعم. نبدأ بالاتصالات أيضا. معنا سعد من حفر الباطن، تفضل يا سعد. أبو سعد. أبو سعد. نعم. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يمسيكم بخير كلكم. الله يحفظكم. الله بخير. في سؤال، طال عمرك اثنين سؤالين. سم. فيه أول واحد، أذنت اتأخر الإمام، إمام الجمعة اتأخر عن الخطبة، وأذنت وقمت الصلاة وصليت وقريت الحمد، كان يصلي الجمعة وقال سبحان الله وسجدت السهو، وقمت وصليت أربع، كملت ثنتين وسلمت، وجاء واحد وراي وقال لا احنا نبي نكمل صلاتنا، قلت كملوا صلاتكم وانا طلعت. هل في الشيء هذا صلاتي؟ هذا السؤال الاول. لا اجاوب الشيخ. اسمر لحظه اخي، اخطات، ليش يوم تاخر الامام تصلي ظهرا؟ انتظرتم الامام، انتظروا الامام او راسلوه، ارسلوا له احد، او يقوم واحد من الحاضرين ويخطب وتصلون جمعه. نعم. السؤال الثاني، أنا طال عمرك تكلمت قلت اللي فيك كفاءة يقوم يخاطب، الناس سكتت وصارنا نص ساعة وحنا ننطر ما جانا أحد. إذا استيأستم من حضور الإمام ولا فيها أحد يستطيع أن يخطب، صلونها ظهر لا بأس. الحمد لله. لا هم صلوا وراي الظهر، وأنا صليت الركعتين وطلعت. لا تصلي ظهر، عليك صلاة ظهر تقضيها. الحمد لله. اتصلوا علي بعدين وقالوا صليت في البيت. طيب. في شيء؟ السؤال الثاني. صليت ظهر بالبيت؟ ايه صليت الظهر بالبيت. لا بس. نعم. الحمد لله. السؤال الثاني. السؤال الثاني، طال عمرك الأضحية أنا دائما أذبحها في البيت. والحين يا ربي لك الحمد، الخير واجب يا ربي لك الحمد. يعني لو أني باخذهن قيمة الأضحية 1005 ولا 1000 اللي يصير، ووديها الخيرية ولا وديها ناس في حاجة، هل فيها شيء؟ اي نعم يا أخي، الأضحية ما تبدل بدراهم، الأضحية سنة ونسك، تذبح الأضحية فيها فضل عظيم، والصدقة بابها مفتوح، ما هي مقصورة على ثمن الأضحية، تصدق وتضحي. شكرا. يعني أذبح ضحيتي. اي نعم. شكرا. بارك الله فيك. أحمد من حفر الباطن، تفضل يا أحمد. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. مساك الله بالخير. حياك الله، تفضل. أكلم الشيخ الله يجزاك خير. تفضل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام. الله يجزاك خير ويعطيك العافية. عندي سؤالين طال عمرك. تفضل. أنا ناوي إن شاء الله الحج. نعم. والنسك متمتع ودفعت الهدي، لكن الحملة اللي أنا رايح عليه يقول لا تجيني إلا يوم سبعة ما يمديه يوصل من الشرقية، بمشي ما يوصل، يعني ما يمديني أعتبر وفك الإحرام وأرجع أعتبر وأحرم مرة ثانية بالحج. نعم. هو هذا السؤال الأول. لحظة أعد سؤالك حتى يسمع الشيخ. السؤال الأول، طول الله عمرك على أني من عقد المسك.
ناوي متمتع. الحج ناوي الحج متمتعا نعم اي الحمله نعم راح الحمله اللي بمشي معه يقول ما يمشي لي يوم 7 طيب لا يقول يعني ما يمديني لاجل طيب لا ايه يقول انه ناوي الحج متمتعا والحمله يا شيخ قال لهم ما احنا ماشيين الا يوم 7 يا فضيله الشيخ هل يتمكن من يتمكن نعم يتمكن له الى الوقوف بعرفه كله طيب كله وقت للعمره احسن الله اليكم فضيله الشيخ من الاسئله التي وردت للبرنامج يقول نسيت ملابسي الداخليه حتى انتهيت من العمره ماذا علي الان ما دام انه ناسي فليس عليه شيء اذا كان يوم فطن او عل او اخبر خلعها فليس عليه شيء اما ان استمرت عليه بعد ما تنبه او نبه انه يكون عليه فديه اما ذبح شاة واما اطعام 6 مساكين واما صيام 3 ايام مخير نعم حكم يا شيخ من حج من مال ابيه وفي هذا المال لوالده كسب حرام نعم حكم من حج من مال أبيه وفيه كسب حرام لا يجوز أن يحج ينفق في الحج من كسب حرام وهو يعلم ذلك أما إذا كان ما يعلم الحج صحيح لكن إن كان يعلم فهو آثم وإن كان ما يعلم فإنه لا يثم عليه نعم شيخ صالح الحج عن الميت الذي ترك الحج تساهلا هل يصح؟ اي نعم يحج عنه من ماله من تركته لان هذا دين عليه في ذمته فيخرج من ماله ما يحج به عنه نعم وشخص اخر يا شيخ يريد ان يحج عن غيره وهو لم يحج ما يجوز هذا ما يحج عن الغير الا من كان قد حج عن نفسه لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن شبرمة قال أخ لي قد مات قال هل حججت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة نعم شيخ صالح نريد في أيضا أن نتحدث معكم عن أصحاب الحملات وماذا يجب عليهم وبماذا توصونهم لأنهم يأخذون أناس ويكتبون شروط نرجو التوجيه أصحاب الحملات يجب عليهم أن يتقوا الله ولا يكون قصدهم الطمع فقط ويسيئون إلى الحجاج الذين معهم بل عليهم أن يرفقوا بهم وأن يمكنوهم من أداء المناسك وأن ينزلوهم في منى ما ينزلوهم خارج منى وأن لا يعجلوهم قبل إكمال المناسك هذا الواجب عليهم لأنهم أمانة في ذمتهم تحملوهم وهم مسؤولون عنهم نعم شيخ صالح في نهاية حديثنا معكم في هذا اللقاء الطيب المبارك رجال أمننا البواسل في الداخل والخارج الذين يحفظون الأمن وأولئك الجنود والمرابطون على الثغور لهم منا الدعاء ولهم منا أيضا الوقوف معهم قلبا وقالبا لعل لكم لهم كلمة يا شيخ ما في شك رجال الأمن سواء على الحدود أو داخل الحدود كلهم يؤدون عملا عظيما ويحافظون على الأمن ويتعبون وقد يسهرون فهم على أجر فعليهم أن يخلصوا النية لله عز وجل لأنهم في عمل عظيم وعمل جليل فعليهم أن يخلصوا النية لله عز وجل ويصبروا على التعب لما في ذلك من المصالح العظيمة لهم وللمسلمين ولما في ذلك من الأجر العظيم لهم نعم شكر الله لكم سماحة الشيخ صالح الفوزان وبارك الله فيكم
وفي علمكم، ونفع بكم الأمة الإسلامية. استفدنا من هذه التوجيهات وهذه الوقفات المبنية على الكتاب والسنة، جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء، ورفع ذكركم في الدارين. أيضا أشكر فريق العمل وطاقم العمل الفني في هذه الحلقة التي أخرجت فنيا وإخراجا وصوتا، شكرا لهم، مأجورين بإذن الله تعالى. وهذه تحية من مخرج هذه الحلقة معجب الدوسري، نتمنى لكم أوقاتا طيبة وعامرة بذكر الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.